تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في احتفال جرى في قصر الصغير هذا اليوم أوراق اعتماد 4 سفراء جدد لدى مملكة البحرين. كان السفراء الجدد قد وصلوا إلى قصر الصغير كل على حدة، وكان في استقبال رئيس المراسم الملكية، حيث وصل سعادة السفير ياسر محمد أحمد شعبان سفير جمهورية مصر العربية إلى قصر الصغير، وجرت له المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. وتسلم جلالة الملك المفدى أوراق اعتماد سعادة السفير ياسر محمد أحمد شعبان سفير جمهورية مصر العربية، وأشاد جلالته بالعلاقات الثنائية الطيبة الوطيدة القائمة بين البلدين الشقيقين وبما وصلت إليه من مستوى متقدم في جميع المجالات. كما وصل إلى قصر الصغير سعادة السفير الدكتور إيجور هايدوشيك سفير جمهورية سلوفاكيا، وجرت لسعادته المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. وتسلم جلالة الملك المفدى أوراق اعتماد سعادة السفير الدكتور إيجور هايدوشيك سفير جمهورية سلوفاكيا، وتبادل جلالته مع سعادة السفير الكلمات الترحيبية بهذه المناسبة، ومشيدا جلالته بالعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين. ووصل إلى قصر الصغير سعادة السفير إبراهيم مومبا سفير جمهورية زامبيا، وجرت له المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. وتسلم جلالة الملك المفدى أوراق اعتماد سعادة السفير إبراهيم مومبا سفير جمهورية زامبيا، وتبادل جلالته معه الكلمات الترحيبية بهذه المناسبة، مشيدا جلالته بالعلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين.
كما وصل إلى قصر الصخير سعادة السفير الدكتور لويس دي الميدا فراز سفير جمهورية البرتغال، وجرت له المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. وتسلم جلالة الملك المفدى أوراق اعتماد سعادة السفير الدكتور لويس دي الميدا فراز سفير جمهورية البرتغال، وتبادل جلالته معه الكلمات الترحيبية بهذه المناسبة، مشيدا جلالته بالعلاقات الثنائية الطيبة الوطيدة القائمة بين البلدين الصديقين بما وصلت إليه من مستوى متقدم في جميع المجالات، متمنيا جلالته للسفراء الجدد دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامهم الدبلوماسية وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع مملكة البحرين. بدورهم نقل السفراء إلى جلالة الملك المفدى تحيات وتقدير رؤساء دولهم وخالص تمنياتهم لجلالته بموفور الصحة والسعادة، ولمملكة البحرين وشعبها المزيد من التقدم والازدهار والرخاء، مشيدين بالعلاقات الوثيقة التي تربط دولهم بمملكة البحرين على كافة المستويات. حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى ومعالي وزير الديوان الملكي ومعالي وزير المتابعة للديوان الملكي وسعادة رئيس المراسم الملكية ومساعد وزير الخارجية. I don't know.